عم فرح، اولا قبل ما ندخل بسالك ليش الباب صغير بهذا الحجم يعني؟ والله الاولين يستخدمونه اول شيء كوسيله دفاع. دفاع ايام الخوف. ايوه الحمد لله على نعمة الامن. اصغار شوي يعني اصغر اجسامها منا نظرا لرياضتهم ومشي وكذا مهما اكبر مرة. ومن للتدفئه اذا الباب كبير ما يكون البيت دافي شوي. أيوة. هذا احسن تدفع. هذا اللي في يدك شو؟ هذا المفتاح. هذا المفتاح. وكل بيت يختلف مفتاحه، كل باب. كل باب يختلف. مستحيل يعني هذا يفتح اي بيت في الجبل غير هذا. لا اله الا الله. هل تصميم هندسي رائع. الحداد اللي سوى القفل هنا سواه المفتاح. بس الهادي بس. بس. الهامشي النجار. النجار ايوه. اللي ينجر الباب والروم ومسلسل حقه يطابقنا مع هذه. ولا يطابق مع باب ثاني مره مستحيل. طيب نفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الدخول طريقه الدخول اصلا شوف ايوه شوف كيف بالتدريج. يا سلام. ها الان ارفعه فوق شوي. شفت له؟ هشوف السنه حقه من الداخل. من الداخل اوريكم من الداخل. يلا ندخل من الداخل نشوف. شفته هنا كنت نازلات هنا جوت هذه. إيه؟ بالله امسك من برا يا عم حسن عشان شو امسك من برا. ثنتين طيب. ثنتين جوت هذه فوق. إيه؟ ينزلنا اذا ما في هذه المفتاح نازل تحت قفلنا هذه نزلنا هنا وقفلنا. شوف السنة الحديد هذه الحديد شوف واحده. أيوه. هنا واحده هنا. نعم يرفع. تمام ترفع هذه فوق كامله ولا؟ ايوه ايوه هذا الحين تقفل. اول هذا الحين ماشي مقفل. إيه؟ يا سلام. طيب بدو طيب اذا كان مثلا مغلق الان من الداخل يمشي ولا لا؟ ما يمشي لك. ما يمشي انا تقفل انت هنا خلاص الله يخليك. ايوه ما معك لواحد يجي يفتح لك. ومن هنا ما في مجال انك تخش ها؟ لا اي طريقه ثانيه. طيب هذه انت هذه خاصه فيك. أيوة. ترفع واحده هنا شفت اللي قدك داخل. أيوة. اللي قدك داخل. أيوة. ترفعها الله. اي هنا جوف. ايوه ارفعها. ايوه لحظه. ايوه حسنا تمسك شوي. ايوه شوف ترفعها فمسمو وتقفل هنا هذا القفل. تمام اذا قدك تفتح تشلها فوق وتفتح الباب وتخرج. ايضا سماكه الباب حوالي 12 سنتيمتر تقريبا يعني سميك لدرجه ان الرصاص قد لا يخترقه. نعم لأن يستخدمون كوسيلة دفاع وأمان للبيت. وهذا بطريقة متقنة يتقنها النجارين زمان وكلها شغل يدوي منها يعني العالم. ساعدكم أيضا عدم وجود اللي هو دبة الأرض اللي هو الأريضة ما هي موجودة. إلا ما هي موجودة. أيوه هذا يساعد وجود بقاء الخشب. نعم الله. هذه يستخدمونها مستودعات. أيوه. رف رف. الله ما شاء الله.